اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد جون سوليفان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين وبحضور سعادة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام. وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد جون سوليفان والوفد المرافق له، مؤكدا معاليه حرص المملكة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربا عن اعتزازه وتقديره لمتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وما تتميز به من تطور مستمر على الصعد كافة، ما يعكس الأولوية الكبيرة التي تحظى بها من قبل البلدين للارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي وبما يلبي طموحات البلدين ويعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين. هذا وقدم سعادة اللواء طارق الحسن عرضا حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم وتمويل الخلايا الإرهابية وجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب والتصدي له. من جانبه نوه سعادة السيد جون سوليفان بالتقدم المتواصل الذي تتسم به العلاقات القوية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار. كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.